مشمس جميل شهدت مكتبة الإسكندرية حلماً يداعب خيال الجميع، وهو عقول تتفتح على أفكار إبداعية هامة. تابعوا معنا تغطيتنا في يوم 10 إبريل 2011 يوم العلم والعلماء، وهو عنوان الاحتفالية لهذا العام. بدأت الاحتفالية بكلمة المهندسة هدى الميقاتي مدير مركز القبة السماوية، وانفردت ابتكار بتصريح لها جاء فيه أن هذه الاحتفالية هي فرصة كبيرة للطلاب لتقديم العلوم بأنفسهم، وأيضا هي فرصة للجميع ليستمتعوا بما يقدموه. وفي لقاء لنا مع الأستاذة هناء حسني مدير وحدة البرامج والأنشطة بمركز القبة السماوية، وجهنا لها سؤال عن مراحل التحضير السنوي للاحتفال. احنا من السنة للسنة بننظم الاحتفالية، الاول بنشوف الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، وبعد كده بنقعد الناس المسؤولة عن الاحتفالية بتقعد تنظم، نكلم المدارس ونكلم المؤسسات ونكلم الجامعات. تقريبا بنبدأ يعني من 5 شهور قبل نكلم الناس، بس احنا جوه المركز بنشتغل سنة تقريبا بنقعد ننظم الاحتفاليات دي. وسؤال اخر عن المشكلات التي واجهتهم هذا العام. والله السنة دي كانت المشكلة بس المدارس في اسكندرية، الترم التاني دخل متأخر قوي، فالمدارس كان عندها مشكله ان احنا كل الناس اللي في الستاند اللي في الستاندات اللي موجوده بيبقوا مدارس، 3/4 مدارس وجامعات، فالمدارس والجامعات طبعا كانوا لازم يدخلوا عشان يشتغلوا مع المدرسين بتاعهم او معانا احنا كمكتبه، ودخلوا متاخر جدا، يعني هم داخلين يمكن من اسبوعين فاتوا، وكانوا برده مصممين ان هم يشتركوا، حقيقه برده عاملين شغل كويس جدا. ان شاء الله تاخدوا فكره عن البروجكتس اللي هم شغاله في الستاندات، وعاملين شغل كويس. كنت حاسه انها ممكن تبقى مشكله، بس بلغ عدد المشاركات 42 مشاركه، حيث تميز اسلوب العرض بين اللوحات المبهره والتجارب العلميه الحيه والعروض المسرحيه والتعريف بكل عرض من قبل المشاركين. وتخلل الاحتفاليه عرض المابت شو الذي قدمه ابناء ساقيه الصاوي، ومسرحيه عجايب العلوم اللي قدمها فريق من المتطوعين بمكتبه الاسكندريه. ومن ابرز العروض عرض جمعيه رساله عن العالم جابر بن حيان. جابر بن حيان كان ليه انجازات ياما قوي، كان من ضمن انجازاته التقصير. يعني ايه تقصير؟ يعني لو عندنا سائلين او اكتر مخلوطين ببعض وعايزين نفصلهم عن بعض هنعمل طريقه سهله قوي. معانا هنا اول حاجه الدرق ده في ميه وكحول، درجه غليان الكحول اقل من الميه، لما هيبتدي الكحول الاول يتبخر هيبتدي يطلع بخاره في المكثف ده، المكثف هيطلع من الدرق ده بخار الكحول سخن هيقابل سطح بارد فهيبتدي يتكثف على هيئه قطرات كحول، ونبقى بكده فصلنا الميه عن الكحول. شرحت إحدى المشاركات من جمعية أصداء لضعاف السمع للجمهور بلغة الإشارة قصة اختراع الهاتف لجراهام بيل وعن تطوره، وقامت بعرض تجربة تحاكي فيها الهاتف، وذلك بمصاحبة مترجمة خاصة من الجمعية. أما مدرسة فيكتوريا كوليدج قدمت عرض مسرحي عن الحسن بن الهيثم، ألبرت أينشتاين، إيزاك نيوتن، وتشارلز داروين. السلام عليكم، أنا اسمي حسن بن الهيثم. أنا سير إسحاق نيوتن، اتولدت سنة 1627. أنا اسمي تشارلز داروين، وتولدت سنة 1809. قام طلاب مدرسة البرادع التجريبية بشرح تاريخ التصنيف وأهم علمائه، كما قاموا بعرض نماذج لكائنات ونباتات وتصنيف. وجمعية حماة المستقبل قدمت مسرحية عن الجزري يعقبها مسابقة وتوزيع جوائز رمزية على الفائزين. وبسؤال بعض المشاركين عن سبب اشتراكهم في الاحتفالية، جاء إجابة مدرسة أجيال الخاصة ومدرسة البرادع التجريبية كالآتي. والله احتفالية العلوم من أفضل الأنشطة اللي مكتبة اسكندرية بتعملها علشان التنمية، تنمية المواهب، اكتشاف ابتكارات ولادنا المصريين علماء المستقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في الأول دي تاني سنة بنشترك فيها. الهدف الحقيقي اللي أنا حسيت بيه وحسيت أنا سعيدة بيه إن هو انطلاقا من قول الرسول عليه السلام خيركم من تعلم العلم وعلمه، فأنا حاسة إن احنا بنقدم العلم هنا علم مجاني لكل اللي بيسأل وكل اللي عايز يعرف. حاسة إن الناس كتيرة بتبقى مبسوطة جدا، حاسة إن أنا يعني بوصل لهم معلومة معينة، رسالة معينة، وبتوصل لأكبر قدر من الناس. شهدت الاحتفالية إقبال جماهيري كبير، وفي رصد لردود أفعال الجمهور والمشاركين كانت لنا هذه اللقاءات. استفدت حاجات كتيرة جدا واكتشفت حاجات أنا ما كنتش أعرفها، يعني استمتعنا وفي نفس الوقت فهمنا حاجات كمان ما كناش فاهمينها. واليوم جميل، الحقيقة جميل. استفدت من حاجات كتير، معلومات يعني عن فيروس الكبد A وB وC، استفدت معلومات عن العطور، استفدت معلومات عن البيئة، عن الطبيعة، عن حاجات كتير. استفدت لا أخدت معلومات وعرفت حاجات انا ما كنتش اعرفها.
وفي لقائنا مع ثلاث طالبات ماليزيات من جمهور الاحتفالية قالوا لنا أنهم وجدوا الاحتفالية مفيدة وممتعة. What do you suggest for them for the next year? Maybe you could put more booth. Yeah, add up more booth. Games, I think. I think it will be maybe the duration of the exhibition should be more longer so people can come. Yeah. الحدث الأبرز في احتفالية العلوم هذا العام كان المحاضرة التي أقيمت في تمام الساعة السادسة بقاعة المؤتمرات الرئيسية عقب نهاية الفعاليات بقرية العلوم، وهو الاسم الذي يطلق على الساحة الرئيسية للمكتبة في ذلك اليوم. وتابع الندوة من فريق ابتكار محمد عوض. الحشود توافدت على القاعة الرئيسية بالآلاف لدرجة أن القاعة قد ملئت عن آخرها قبل ساعتين كاملتين من موعد البداية. مشهد قلما يتكرر في وطننا العربي في مناسبات علمية كهذه. بدأت الاحتفالية بكلمة للأستاذ إسماعيل سراج الدين رحب فيها بالدكتور فاروق الباز وأثنى على دوره في بداية تشكيل المكتبة مع الإشارة للتاريخ العلمي المشرف للضيف الكبير. عندي فرصة أني أرحب بصديق عزيز جدا، أخ، زميل، رفيق نضال. تحدث بعدها الدكتور فاروق الباز عن مشروع ممر التنمية بداية من تكون الفكرة إلى التصور النهائي لها، كما أكد على أن مستقبل مصر لا يبنيه سوى المصريون وخصوصا أبناء الجامعات، كما أبدى تخوفه من استمرار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وأنه إذا استمر ذلك الزحف ستنتهي تماما الرقعة الزراعية بعد 183 عاما. كل سنة المعدل من 22 سنة فاتت كل سنة 30 ألف فدان من أفدنة الأرض الصالحة للزراعة بتختفي تحت المباني. فأنا حسبت بالورقة كده لو إحنا استمرينا على نفس المنوال يبقى الأرض الزراعية بتاعت مصر بتاعت الدلتا والنيل والاثنين هتختفي كلها تحت أسمنت بعد 183 سنة. حديث ممتع وهادف وممتلئ بالآمال، وبرغم أهميته العلمية لم يخلو من روح الدعابة وخفة الظل التي يشتهر بهما الدكتور فاروق الباز. قال لي لا ما تهمكش أنا هكتب لك أرتر، وهو فعلا عمل كده، كتب جواب كتب جواب للرئيس كارتر بيقول له ان احنا عندكم واحد اسمه فاروق عايز عايزينه وهنشغله عندنا مستشار من كذا على شرط انها مش حد هو اللي هياخد مرتب مننا ولا هنشغلكم بحاجه يعني فيها بتاع ويشتغل هنا بس عشان الحاجات العلميه والحكومه الامريكيه امضت عليها ومشيت. وتم فتح باب النقاش وتوجيه الاسئله والاستفسارات من قبل الجمهور، وكانت اكثر الاسئله موجهه من الشباب. المحاضرة تركت أصداء واسعة في مختلف الأوساط العلمية والثقافية بمصر، حيث سلطت البرامج اليومية الهامة أضواءها على ذلك الحدث المميز. وفي لقائه مع الإعلامية منى الشذلي في برنامجها اليومي العاشرة مساء أبدى الباز سعادته بالإقبال غير المعهود على الندوات العلمية من قبل الشباب. صح، آلاف مؤلفة، قالوا أكثر من 3000 شخص جمع المكتبة عشان يسمعوا المحاضرة عن ممر التنمية. ليه القصه دي؟ ايوه بس الناس كانت قاعده بره. واحده كانت بره، لا مش غير بره، احنا ملينا القاعه الكبرى في بتاعه المحاضرات وملينا الثلاث قاعات الصغرى كلهم، يعني في قاعه كبيره وثلاثه صغيرين. القاعه الكبرى دي كبيره جدا يعني بتتسع لناس كتير قوي. يما القاعه الكبيره كلها كانت مليانه وبعدين القاعات الصغرى كلهم. بس القاعه الكبيره مش عارفه المشهد في دور فوق كمان. ده يعني ده البلكون مليان واللوش والكتف كله مليان. وبعدين ثلاث قاعات تحت. وبعدين الناس كملت بتيجي فقعدوا بره، قعدوا هم الاول كانوا واقفين وبعدين قعدوا. يوم جميل أقل ما يقال عنه إنه ممتع، يوم علمي مفيد، كل استفاد، الأطفال والشباب وحتى الكبار. موقع ابتكار دايما معاكم في فعاليات كتير وفعاليات أكتر. النهاردة كنا معاكم من قلب اسكندرية، من قلب مكتبة اسكندرية قرية العلوم. تقدروا تتابعونا، تابعوا تغطياتنا المتميزة على صفحتنا على الفيسبوك